نقدم لكم معقودة بطريقة سهلة. البطاطا مغلية راه جاي شهر رمضان، نبدلو هذه على الجيج نهاد هذه معقودة. ان شاء الله نديرو وصفات سهلة واقتصادية. نبداو عبارة الله واش فيها. فيها غير بطاطا نغليوها هكا هكا بتاتي، غليناها في الماء والملح، ونزيدوها كمية من البصل والمعدنوس وبيض والملح وفلفل كحل. ناخذوا هذيك البطاطا تاعنا نحيوها هكا، ونسيوها هكا مليح، هكذا غليناها. عندنا 3 حبات بطاطا هنا كبيرة، واللي يحب يزيد يضاعف المقادير على حسب العائلة يزيد. تجي خفيفة مليحة، راه جاي شهر رمضان نبدل نديرو وصفات ان شاء الله. كل مرة نديرو وصفة هكا، نزيدو كمية من البصل هكا قطعناها صغيرة، وكمية من المعدنوس قليلا من الملح قليلا من الفلفل ابيض، اللي يحب يدير زنجبيل كحري واش يحب. نزيدو لها البيض، نديرو لها 2 حبات ونشوف في هذا 3 حبات بطاطا كبار، نشوفو 2 حبات بيض لا يكفينا. هاي الثانية ونخلطو ونشوفو البطاطا تاعنا نزيدو لها ولا لا. نخلطو هكذا كيما تشوفو، نزيدو الحبة الثالثة حبيت في 3 حبات بطاطا كبار هكذا هكذا. شوفوا حتى البطاطا تاعنا تولي شويه خفيفه، امتصت هذاك البيض هكذا هكذا. هذه معقوده ناجحه. نزيدو هذوك واش نزيدو لها قليل من الفرين، حق نقولوا حق 3 مغارف كبار هكذا هكذا، ونخلط. ما نيبسوهاش خاطر الفرينة تيبس لنا البطاطا تاعنا، لازم غير 3 جهد ما تحكم لنا في الزيت تاعنا هكذا. هكذا 3 حبات 3 مغارف كبار تاع فرينة، مع 3 حبات بطاطا كبار، مع 3 حبات بيض، قليلا من المعدنوس والبقدونس والبصل. دوكا نخليو الزيت تاعنا، نديرو الزيت يسخن ونقليها قدام. هكذا هكذا ناخذو في المغرفة هكذا حكمت لنا 3 مغارف فرينة بس، منزيدوش كثر. شوفي هاد البطاطا تاعك شغل مشكلة بيغي شوية شادة روحها. بعدا نوريها لكم في صحن التقديم كيف خرجت لي اخواتاتي. ها هي شوفوا كيف تقلات لنا، ها هي شوفوا جينا ما شاء الله، شوفوا ما شاء الله وصفه دا شهر رمضان ان شاء الله. نبدلو بالوصفات وكل مره ندير لكم ان شاء الله وصفه كما راكم تشوفوا. ها هي شوفوا كيفاتنا، نقليوها ونحطوها في بابي ابسوربون تشرب لنا الزيوت تاعها، ومن بعد نوريها لكم في الصحن التقليدي. المعقودة تاعنا شوفوا كيف جاتنا، جات الله الله وخفيفة وبنينة، وان شاء الله شهر رمضان ان شاء الله، وان شاء الله وصفات ان شاء الله رائعة واحدة اخرى جاية ان شاء الله نديروهم. وبقاو على خير خواتاتي، وما تنساوش تفعلوا الجرس وديروا اللايك ليوصلكم اي جديد، وبالسلامة.